كل حالات النسيان هي الزهايمر؟ كلا، اكو حالات نسيان بسيطة يمر بها الإنسان بسبب ظروف معينة، ظروف نفسية أو ضغط نفسي، بس اكو حالة الزهايمر اللي تعطينا فد إشارات لازم ننتبه لها. بالعادة يقسمون الزهايمر إلى مرحلتين، المرحلة الأولى اللي تستغرق 10 إلى 15 سنة. اوكي، تظهر عرضها كالتالي، كلنا يصير بينا هذه الحالة، مثلا أنت نسيت وين خليت المفتاح، تدور وين خليت المفتاح، أو أنت نسيت فد شغلة معينة، أو تفتح الموبايل، أنا ليش فتحت هذا الموبايل؟ أو تدخل للغرفة تدور على فد شغلة، أنا شنو دخلت أدور؟ فهذا الشيء خلوه ببالكم، هاي مراحل أولى، تستمر عدة سنوات، اوكي. خلال هذه المرحلة الأولى نقدر أن نوقف تطور الزهايمر، راح أشرح لكم بنهاية الفيديو شلون نوقف تطور الزهايمر ونعالجه. المرحلة الثانية راح يصير عندنا نسيان أقوى، تنسى الأسماء، تنسى شعورك بالمكان، ما تعرف أنت وين، تنسى شعورك بالزمان، ما تعرف الساعة شقد أو شنو الزمان اللي أنت بيه. أوكي، هذه المرحلة تكون متقدمة. قبل ما أبلش بالعلاج، شنو سبب الزهايمر؟ اللي يصير عندنا الأعصاب مرتبطة مع بعضها، الخلايا العصبية ساينابسس، ساينابسات نسميها، كل خلية مرتبطة مع اللخ، بهاي منطقة الارتباط راح يصير عندنا تجمع بروتين خاص نسميه الأميلويد بلاك. اوكي، كذلك عندنا تاو بروتين راح تتجمع تقلل لنا من سرعة النواقل العصبية، فصار عندنا هذه الحالة من الزهايمر والنسيان. اهم شيء انه نكتشف ونعالج حالة الزهايمر المبكرة اللي تصير قلت لكم بمرحلتها الاولى. شلون؟ اولا سببها الرئيسي لتكون هذه البلاكات اللي تسوي الانسدادات هو مقاومة الانسولين، فاذا انت من النوع اللي تاكل حلويات والسكريات والانسولين عندك والسكر ما مضبوط، فهذا من اهم اسباب الزهايمر، فنحاول نعدل نظامنا الغذائي، نقلل من السكريات والنشويات حتى نخلص من حالة الجوع، جوع المخ اللي سببها عدم دخول الطاقة الى خلايا الدماغ بسبب مقاومة الانسولين، فنعدل من مقاومة الانسولين، نستخدم الاوميجا 3 كذلك مهم جدا لصحة الخلايا العصبية والسمك. كذلك نستخدم الام سي تي اويل وزيت زبدة جوز الهند وفيتامين بي مجموعة بي وخاصة البي 12. فيتامين دي ايضا مهم، نعالج هذه الحالة بهذه الشغلات الطبيعية، الرياضة، النوم الكافي، نقلل من الضغط والسترس، راح تقل عندنا حالة الزهايمر ان شاء الله.